لو الحكاية فيها إن فيتو، لأنه في أمور كتيرة جدا نقدر نبص من خلالها على الكتاب ده، تبدأ من نفس الوفاء وتوصل لحد التوفيق. لو بصينا للكتاب من هذه الأطر المختلفة خارج معدل الكتاب ومؤلف، نبقى الحقيقة نسعد جدا بالكتاب ونشعر فيه إنه بالفعل إضافة حقيقية. أولا لأنه أحمد فؤاد ليس بكاتب ولم يكن يكتب إلا تحت الضغط وقهر إنه حد يلح عليه فيكتب. عشان بس لحضراتكم لحد ما قراش كتاب حضراتكم، كتاب عباره عن مقدمه للاستاذ صفيناس كاظم وخاتمه للاستاذ نوره نجم، وست حلقات نشرت في الصباح اليومي و28 حلقه نشرت في الاتحاد الوطني. لو بنظره سطحيه اي حد يقول طب وعد ساعه عليه، يعني اي حد يعني ما يقرا كتاب كده طب وعد ساعه